يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا بنى إنسان منزلا ونوى بيعه، إذا بنى الإنسان منزلا ونوى بيعه وحلت الزكاة وهو في منتصف البناء، فهل يخرج زكاته بحساب تكاليف البناء مع قيمة الأرض السابقة؟ أعيد السؤال. إذا بنى الإنسان منزلا ونوى بيعه وحلت الزكاة وهو ما زال في منتصف البناء، هذا ما بعد تم البيت، ما بعد تم البيت ولا يبيعه في هذه الحالة، ما يبيع، ما يبغى في هذا، لازم إذا تكامل وعرضه للبيع يبدأ الحول. نعم.